الصوالي والمسكين داروا هلو هلو، واليتيم والفقير انا دولو ولو تدبي رحضي واحد مع بلو بلو شعبي تبع بلو بلو هما دو هتعقلو يكتتوش بلا فيزا نطيل كل وينو اقول فاقيل لا دايرة حدسوها في بير في حرية التعبير احنا جبالكم خبير قالو 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 في جرمان قالو 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 سادو قالو خير وعامر الحرار تربح الكحلة وقريب يزار تربح الكحلة وقريب يزار والكحلة وبيضة يا طول أبطال. يعطيكم الصحة ووفاق الجزائر، فرحتونا كلاوكم بالو الفيطة جيبي التاريخ وسيشهد بأنكم فزتم بالكأس الإفريقي. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة على بركة الله. في البداية يتجاهلونك ثم يستهزئون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر. أعزائي الفقاقير أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم وحيثما وجدتم. فقاقير لكننا لا نباع ولا نشترى بالملايير، فقاقير لكننا بدون فيزة نطير، سنطير كذلك اليوم في العدد السادس من أشقال في الجورنال الموسم الثالث. أهلا وسهلا بكم جميعا على بركة الله. يا زربي روحي اذم عن اذم عن تغسليهم وتحطيهم هكذا، راح تقولي راح طالعه القمر، روحي اغسليهم وسقميهم مليحين على الشيطان الملعون. يا زربي روحي تتفرجي انا نستناو فيك. هذا مسكين هذا شفتوا واش يصير الواحد قال لهم فوق وقال ما تشريوا نتبولوا نتبولوا للتفاحيحوا كل واش راح يبيع ذكا مسكين. على هذيك انا فهمت ذكا هذا ولا يكتب مسكين الكريدي مسموح كل يوم الا اليوم طلعوا له الزبل حشاكم. هذا مسكين هذا ولا يتفلسف في الكريدي كتب لهم زادني الاخرى هاني عايش كك حبستها لي لهنا قال لهم ممنوع الكريدي راني كرهت كرهوا له وجد الكوميرس قال هذا قال ممنوع نطق كلمه كريدي في المحل مش حمام بيسمعها يجدك بيسير. المهم اهلا وسهلا بكم اعزائي العتاريس. نعطيكم الله كيستوني تجيبها نعطيها كابريس كم دا كم هذه مش كابريس هذه يو اس بي يا صاحبي اللي تجيبها نعطيه كابريسا. من هو الشعب الذي يتعامل بهذه الورق النقديه؟ عندكم الاول عندكم بزاف لي شوا ماهيش لي شوا هذوك اللي ياكلهم في عين المان هذو لي شوا الخياره خيارات. السومريون شعب المايا الفراعنه اصحاب الكهف الرومان والله الجزائريون وتقدروا تستعينوا بصديق طبعا باش تحلوا هذا الاشكال. اللي عنده لا ريبونس دزلنا دزوا له الكابريسا في اقرب وقت ان شاء الله. اعطينا الاخرى العتاريس القو ولاو يديروا شرشاج اعزائي الفقراء كي يسخنوا لهم الميكرو كيعودوا يتفرجوا في واش قالوا في الجورنال ابا يديروا تحته لا كلاصات شفتوا ما عندناش دوكا هذيك حنا نديروا الفنتيلاتور ولا حط لا كلاصات تاعو برك باسكو حنا مسخنينها بزاف واش قالوا في الجورنال. لحقنا المرحله تاع راحت هذيك تاع يتجاهلونك ثم يسخرون منك لحقنا تاع اسمه يحاربونك تسمى مزلنا شويه برك وتنتصروا ايها الفقاقير ان شاء الله صبرا آل ياسر. اهلا وسهلا بالفقاقير راهم يتفرجوا فينا برا ماسين الميكرو ويتفرجوا فينا سعدت بهذه الصوره بارك الله فيكم ربي يخليكم لنا اعزائي العتاريس. ان ذا سايم تايم ذي ار ستيل واتشينغ مي حتى وان كان بيناتهم واحد ناس مليح ان ذا سايم تايم يوم ستيل واتشينغ يو بالكحله والبيضاء. اعزائي الفقاقير ضيف العصة ابقوا معنا. سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد ومعنا اعزائي الفقاقير اهلا وسهلا بك سي سفيان سعيد جدا لتواجدك معنا بارك الله فيك. اهلا سي ميرسي بارك الله فيك كفى خيرك تفضل. شكرا سي سفيان. سؤالي الاول اللي يتعلق بتسميه الحزب تاعكم جيل جليل. اي جيل؟ جيل حراقه ما عندهمش خدمه، جيل تاع لونسيج، جيل لي ستوديون اللي شاتين عطيوها، جيل الناس اللي ولاو ما يديروش كونفيونس في السياسه، جيل الشباب اللي ولاو ما عندهم حتى امل، الجيل تاع الشباب الجزائري اللي توت اوريزون اي بوشي امامه. اي جيل تتحدثون عنه استاذ؟ كل الجيل يعني بمختلف الاطياف نتاعو وان شاء الله ما كانش غير الجانب السلبي، ربما كاين كذلك جيل جديد اللي عنده مثقف متكون متفتح على العالم
وفي كلمة جيل جديد في الحقيقة ما نخلطش مع الشباب، لأن جيل جديد يقدر يكون واحد عنده 50 ولا 60 سنة ولا كيف حالتنا احنا، ولكن يفكر بنظرة أخرى، يشوف المستقبل متفتح، حب يغير إلى آخره، وعنده الإمكانيات. 2012 أستاذ سفيان كنت في ماي تحديدا، نعم، كنت في الطنابيل مع جماعة أصحابك وي وراح للشلف. صح. اليوم هذا كان سبيسيال ليك، لماذا؟ شوف، ذكرني في الحملة الانتخابية تاع التشريعيات. ايه، لان شو دوك حنا كي درنا الحزب بدينا من الصفر. قالوا لي الجماعة اللي في الطوموبيل واحد ما يعرف خوه. قريب تقريبا. صح صح والله غير صح. لان كيفاش كي بدينا الحزب بديناه من الصفر، وقلنا نبنيو حاجة جديدة مع ناس، يعني ما نقعدش في نفس الخندق، احبابنا واصحابنا والعائلة وكلش، يكون الحزب مؤسس على وجوه جديدة اللي عمرها ما مارست سياسة. وحقيقة بدينا الحملة الانتخابية بالمحطة الأولى كانت في شلف، وإحنا على بالك في الأحزاب كيكون عندك الهياكل وعندك المناضلين وعندهم خبرة، يحضروا القاعات، يحضروا، يقدروا يجلبوا الناس. إحنا بدينا والو، ما كانش. رحنا في ربعة في السيارة ونحكي، واحد كان صديق من زمان حبيبي كان يصور، قلت له لا تحب تجي تاخذ صور تذكيرية، ما عنده حتى علاقة بالسياسة في هذاك الوقت. وكان سي صخري سفيان هو أستاذ جامعي وكذلك ما عمره ولا مارس السياسة، وكان صادق آخر يعني شاد الفولوم، يتعقلوش وما بيناتهم، أنا درت صيلة بيناتهم. وبدينا هذه مغامرة كبيرة، وفي شلف حبطنا وين نروحوا، رحنا المقهى وبدا العمل هكذاك الميداني. هل هذا الذكرى أستاذ سفيان هي اللي سطرت مسارك السياسي بعدين، ولنا نشوفك الآن مع الأستاذ مقري من القلائل اللي مارسوا السياسة واللي يروحوا للشعب يحتكوا بالشعب، ما عندكمش دي غارد كور، ما عندكمش دي بودي غارد، تهضروا معهم بسهولة. تحسوا بالمواطن الجزائري واش راه يعيش. اسكو هذيك لا جورني كانت سبيسيال في حياتك وخلاتك تفكر باللي لا براتيك دو لا بوليتيك في الجزائر لازم تكون مع الناس؟ والله غير في الحقيقة كنت مفكر من قبل، يعني لنهار عولت باش ننشأ حزب. عندك خيارين في الجزائر، إما تبني على علاقات مع ناس مثلا في السلطة وتقول ربما كش ما يساعدونا، وانت تعرف كيفاش تمشي الحكاية في الجزائر، وتروح لبعض الشبكات اللي ريزو اللي مخدومين وتتعامل معهم بطريقة يعني السياسة السياسوية، وإلا تختار تروح للمجتمع. قالوا خرج له عريان وربي يكسيك. رحنا هكذاك، قلنا احنا ولا حبينا نأثر في السياسة ونقول الكلمة لازم تكون عندنا قوة، والقوة تجيك إلا من الشعب، ولا الشعب عطاك القوة تقدر يعني تلعب دور في السياسة وتغير بعض الأمور، لأن راك مدعم من طرف الشعب. ولا تكلت غير على الأقوياء اللي في النظام ويرفدوك من الفوق، غدوة هما كيسقطوا تسقط معهم. فاحنا مباشرة هالول كي بنينا يعني الفكرة تاع الحزب هذي، كي جات باللي إما ننجح مع الشعب وإلا ما كان لها نعود ندخل الدار. التحليل هذا مهم جدا. هل هذه القناعة السياسية اللي حكيت لنا عليها هي وليدة شهادتك العينية لوش صرا لرئيسك السابق تاع حزب التجديد الجزائري بكروح اللي أبارامو عبروا له جيوبو ولا مينيستر، عطاو بوست تاع سينيستر، وتي نربيت تقششت قلت والله غير هذو الناس هذو، وممكن قلت تصرى لي دونك دورتها قلت ندير انا حزب ولازم نغير المسار تاعي. والله غير شوف هكا عاود طلعت 99. نعم. انا في ماي 99 استقلت من تلك الحزب، لان ما بقاتش، لان شوف العمل داخل الحزب فيه ابعاد كثيره، منها البعد الانساني والعلاقه تاع الانسان، لازم تكون مستقره وتكون يعني تردي الجميع وكلش. تقدر تلحق في مسار وين الناس ما يقدروش يتفهموا، ما يقدروش يزيدوا يتفهموا، كل واحد ياخذ طريقه. انا كنت على يقين انه النظام الحالي كما مبني منذ قبل 99 في الحقيقه، ماهوش منذ 99 فقط، ما عندوش يعني الامكانيات باش يبني جزائر اللي نتمناوها اللي نحبوها. انا الجزائر كما هي انا ما نحبهاش، قلت الحق.
الجزائر هذه انا تعذبني، ما نفرحش فيها، وما دابيا ولادي كي يكبروا يصيبوا جزائر اخرى. مش كي نقول ولادي انا، ولادي النفسيين والولاد الجزائريين، لان شوف الجزائر الحياه اصبحت مره فيها. اللي يحب الحاجه المليحه، الخير، العلاقات الطيبه، الامور اللي تمشي على القانون، هذا ما يسيبش المكان تاعو. وهذا يفسر لك، شوف منذ 99 الى يومنا هذا في المستوى المالي الجزائر عندها اموال طائله، كانت حتى النسبه على المعيشه ربما ارتفعت، لكن مروره الحياه خلت قريب مليون نسمه يهاجروا، وهما قريب كلهم ادمغه لا ماتير غريز، ما صابوش مكانهم في الجزائر. الجزائر تسيب مكانك ولا عندك الخيوط ولا عندك المعرفه ولا عندك بن عمي ولا عندك الاموال وما عندكش يعني الاخلاق، تقدر ترشي تاخذ دراهم، كاين بزاف الناس ما تقدرش تعيش بهذه الطريقه. وهادو كل مهمشين، اليوم حان الوقت باش نعاودوا نغيروا. لازم الناس كما يقولوا ولاد فاميليا يوصلوا. هل هذه الحاله اللي راك تحكي عليها استاذ سفيان هي نتاج كما كتقول بلي الشعب مازال ما فاقش بلي راه كاينه طبخه راهي تطبخ له؟ نعم. والله سي لو ريزولطا تاع لا مافيا بوليتيكو فينانسيير اللي راهي تسير في الجزائر وراء ستار. شوف خلف هذا الوضع كاين مباشره، انا نقول لك يعني الناس اللي هم في السلطه منهم الرئيس الجمهوريه الاول هو مسؤول على واش راه قايم. المسؤول مسكين وفي الشريط ما يعرفش. لا لا واعي لان حتى بعض الاحيان يدخل في نوع من الكوميديا باش يظهر للشعب اللي راه مازال قادر، وهو الناس كامل على بالها بلي مش قادر يسير، لكن حب الكرسي ربما الفوتوي هذايا يجلب. هو كان قال الكرسي دوخ، يعني لا. يعترف باللي هو داخ بالكرسي. وكان في سطيف هاي في 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 بلادك كان قال عاش من عرف قدره، وكملها بنفس الجمله وقال طاب جنانا، لكن يا للاسف يديروا يقولوا حاجه ويديروا حاجه اخرى. لكن ماهوش هو الوحيد المسؤول، المسؤول كذلك كل النظام، لان ما ننساش منذ 62 دخلوا الجزائر في واحد الطريق وين همشوا المجتمع، همشوا الشعب. هل صحيح استاذ سفيان ان سعيد بوتفليقه هو الحاكم الفعلي الان في الجزائر وشرى ذمم العديد من الاحزاب؟ هل حاول باش يعطيكم يعمر لكم الجياب؟ شوف انا شخصيا ما عندي ولا اتصال، وحتى حنا ما يحاول يتصل بيا، وربما هم على بالهم بال يعني المسار تاعي غير ما كان له، يعني ما عندي حتى طمع في اي منصب ولا حاجه هكذا. درك هل اخر رئيس شقيق هو اللي راه يسير ولا مانيش عارف انا كيفاش راهي الامور تمشي، لكن الحاجه اللي ظاهره اللي باينه انه رئيس الجمهوريه ماهوش قادر يخدم في منصب رئيس جمهوريه. اليوم منصب رئيس جمهوريه في الحاله هذه تاع داخل البلاد وخارج البلاد لازم انسان يوقف 16 ساعه 18 ساعه في اليوم. هل معقول انت تدير انسان اللي ما قادرش يتحرك وتحطوا انت يسير بلاد كما هذه بكل مشاكل؟ احنا كنا نقولوا قبل 17 ابريل، ما نقولش قبل الانتخابات لان ما كانش انتخابات، شبه انتخابات او يعني كنا نقولوا رايحين يحتموا علينا عهده رابعه، لكن بعد 17 ابريل الرئيس يدخل للدار باش يلتها بصحته، هو مش قادر يفريها حالته هو، كيفاش راح يفريها الجزائر؟ وراح يترك السلطات يبعثرهم، هذا شقيق، هذا صاحب، هذا مانيش عارف شكون. هل استطاع رئيس بوتفليقه وخوه والمقربين منه قايد صالح من القضاء على جهاز المخابرات؟ نظن ان اليوم الشيء اللي ظاهر اللي نعرفوه انه المخابرات كما كانوا في السابق في الحقيقه في خدمه نظام. دوك حنايا في 99 باش جاء سي بوتفليقه جابوه منها الجيش، منها المخابرات، منها كل يعني من عنده نسبه في القرار. في 2004 كذلك، في 2008 عندما غير الدستور، اغتصب الدستور وبطريقه غير شرعيه، غير يعني بعض البنود اللي لازم كان من المفروض يعبر على الاستفتاء، حتى يروحوا الاستفتاء كانوا يزوروا، يعني قال لك احنا ما كان لها نزيدوا نتعبوا نفوسنا، احنا مزورين نديروها وخلاص. هاد الناس ما عندهمش يعني احترام للشعب. نرجع لسؤال تاع قبيلات، قلت لي شكون يعني اللي وصل للحاله هذه؟ كاين نسبه كذلك من الشعب،
لأن بعض من الشعب دخل في نوع من السهولة. صعب كاين اللي صعب ربما شوية أمن عاود رجع يقول لك ما نعاودوش نسقطوا في التسعينيات، هذا من حقه. كاين لكن جهات اللي صابوا الفايدة تاعهم، يعني ما كانش دولة قانون، الأمور ما تتسيرش بالقانون، هو في الإدارة في يعني عدد كبير من مناصب تاع وين كاين يعني المحموحة المالية دوكا ولات تتفرج على الشعب باش يسكتوه شوية لكن الشعب يقبل ياكل مستقبل تاعو ومستقبل ولاده. هذا هو جلالي. المشكل اللي يمشيو يعني في هذا الاطار. استاذ فيان قديتني على غوش ولا دروات ما ريبونديتليش تاع المخابرات. نعطيك سؤال اخر. نيكولا بو كتب مقال في جون افريك والبارح قال فيه الجنرال توفيق اتونسونور، هل صحيح ان الجنرال توفيق راه يستنى في ساعته وما ماتش كما يقولوا ماتش بالنسبه للموقع تاعو والقوه تاعو في الساحه السياسيه الجزائريه؟ هل تقاسموا الادوار واللعبه مخدومه والله كل واحد يستنى في الاخر باش يروح يتوفى رئيس بوتفليقه؟ ربي يطول له في عمره ان شاء الله ربي يطول له عمره ان شاء الله كانسان طبعا، وان شاء الله ربي يخفف عليه لان حتى هو ما عيشة يعني هانئه حتى ولا رئيس جمهوريه وعنده كل الفخفاقه، لكن ما شكيتش يعني انسان في هذا المستوى بهذا الحاله يكون مليح. انا نتمنى على الاقل الحياه السياسيه تعود تنتهي في اقرب وقت. درك باش نعاود نرجع للسؤال انا ما هربتش منه، هل الجهاز تاع الامن يعني الدي ار اس هل مازال واقف؟ انا علمت استفهام دوك استاذ في الناس اللي يتفرجوا فينا هذو زون ديزيرتي لا بوليتيك خاطرش ما فهموا والو. حنا جبنا رئيس حزب باش يفهمنا شويه في لي سوبتيليتي هذو، تقول انا ما على باليش تماك شكون راح نجيبوا له نجيبوا بوتفليقه؟ لا لا انا نعطيك التحليل اللي قادر عليه اللي نشوفه. نعم. واش باين ظاهر ان هنالك صراع، ظهر انه في بعد 29 اوت 2013 بعد عوده الرئيس من فرنسا، وهنا علامه استفهام، كان هجوم قوي جدا على المخابرات على الدي ار اس. نعم. من طرف سعداني رئيس السعداني، من طرف الوطني، كذلك رئاسه الجمهوريه لانها تغيرت بعض الامور، منها مثلا صلاحيات اللي كان يقدر يدخلوا في التحقيقات ولو ما يقدروش يديروا تحقيقات. ف كل ما نشوفوه من الخارج هو انه الجهاز ضعف وما راهش قادر يعني يتحرك. الان دي ار اس يعني هو جهاز سري، ما هي واش كاين وراء الستار الله اعلم. انا صحيح ان الشخص القوي الان في هذا الخلايطه هذه هو قيصر والله غير يظهر كذلك، يظهر انه يعني هو اللي يتحكم في الجيش، وشفنا العهدة الرابعة جات يعني بسند من الجيش، حتى ولا رسميا يقولوا احنا الجيش خاطئ والجيش في التكانة. لكن الانتخابات شوف التشريعية الجيش دخل بقوة باش عطى أغلبية لهذه جبهات، من أنا ما نسميهاش جبهة التحرير الوطني، يعني جبهة التحرير الوطني كبير عليهم بزاف، مي هاد اليوم تاع الآلة تاع السلطة هذه دعمت من قبل الجيش، يعني هما جابوا لهم الأصوات، هما اللي غرقوا يعني الصناديق بالأصوات. في 1 نوفمبر ربي يرحم الشهداء، ربي يرحم، شفنا صورة أنا قاستني شخصيا صحفيين داهم في الطنابل تاع الشرطة. نعم. سبوهم وضربوهم، شفنا صور تاع علي بالحاج ضربوه مسكين. نعم. الناس خرجوا من الجامع باش يديروا مظاهرة على القدس ضربوهم. نعم. كيفاش مازال ذوك المواطن الجزائري في 2014 ايا كان اتجاهه السياسي ايا كانت قناعته يتضرب من طرف رجال؟ السمانه اللي فاتت راحوا للرئاسه وحاولوا يدخلوا على بوتفليقه باش يزيدوهم شويه في الخلاص. الشرطه الجزائريه لازالت تقمع المواطن، كيفاش انت كرئيس حزب تحس المواطن الجزائري يهان يسب يشتم يضرب؟ نعم. في 2014 هذا ماشي حاجه جديده، احنا عشناها في السنين اللي سبقت. انا شخصيا خرجت للشارع كذلك في 2001، خرجنا في مع بركات في الاونه الاخيره قبل افريل الى اخره. درك كل البنيان تاع الدوله الجزائريه ماهوش مبني على اساس السياده الشعبيه، مبني على الريع وفئات من المجتمع اللي يعني جات منذ سنين وورطت يعني السلطة هذه، صبحت تتحكم
في المال وفي القوة. والله غير كنت نشتيك على المواقف تاعك السياسية ودوكا وليت نموت عليك، جبت لنا شوية الدقلة جابنا الدقلة جابنا القاطو وجابنا البقلاوة. أنا خفت منك قلت بالك شوية عثمان كان تخلص البقلاوة نجي نحي لك جدك. المهم عندنا قاسم مشترك أنا وياك، انا كنت نبيع الدخان والشمع مع خالي ربي يرحمه، كان عنده بركه في الصيفيه، وانت على بالي بلي كنت تبيع الدخان والشمع مع البركه مع بيك ربي يرحمه وربي يرحمه. والله غير صح هاك جبت المعلومات. الشيخ عبد الرحمن الجيلاني ربي يرحمه ويسع عليه ربي يرحمه، ما هو الاثر اللي خلاه فيك؟ والله غير شوف، هو يعني من مؤسسين تاع عائلة الجلالي معروفة، ويقعد مرجعية لكل عائلة يعني. لا كي تخمم فيها كذا تقول لهنا ما انسبيري أثر فيها في القضية هذه. التواضع، كان إنسان متواضع جدا متفتح، يعني هو كان رجل دين، لكن هو كتب كتاب حول الموسيقى الأندلسية مثلا، كان مؤرخ يعرف التاريخ من يعني منذ قديم الزمان، كتب التاريخ العام للجزائر، وكذلك يعني إنسان شبعان، هذا هو، ما عندوش يعني يحب يلم الصوارة دوك. يعني أنا نشوفوا علماء ما عرفت ولا عملاء الأنظمة ولا علماء الدين. المهم هو يعني وجه مشرف، وانا يعني نتشرف كثير من عندي عزيز الفقاقير تعرفوا. صح، اسمح لي سي مهدي تفضل. ماشي النقطه الوحيده اللي نشترك فيها، ترى كراب لابس كحل وبيض نظن على الوفاق. انا كنت نستنى شفت نقوله بالصحه وكي قال مبروك عليكم يا جماعه الهضاب العليا. انا كنت نحل الوفاق الجزائري يصير بوبلي مسيو. انا كنت نحب واحد الفريق عنده بدله ثاني كحل وبيض. جوفنتوس؟ لا يا سماس الوامير. ويسو لأن كبرت مرويس، سفيان مرويس خيار الناس. انتم هازين الفقاقير تعرفوا سفيان الجلالي البيطاري يداوي البقري، ولا تعرفوا سفيان الجلالي الشيف دو بارتي تاع بصح كاين عفسه ما تعرفوهاش، وعلى ذلك جبنا لك واحد الهديه ان شاء الله تقبلها منا ان شاء الله. هذه كي يشوفوها الناس يحيروا يقول لك لا اخي نعطيو له عفسه كيما هذه. سفيان الجلالي يا جماعه يخدم في الفروسية كي يركب فوق العود يروض واسي. منين جاتك العفسة تاع الفروسية يا صاحبي خي فوق يقير؟ ايش اخي الناس لازم انا شتك في الاغواط هاي في التسوارة يتخدم في الكافرياج تاع الكوباي. على بالك يا اخي يقولوا الرسول عليه الصلاة والسلام وصى على ركوب الخيل. لا كنت نحب الفروسية منذ صغار، وكان مازلت تديرها قليل يا للاسف قليل، ما بقالناش الوقت. لكن وكانت باش نقول لك يعني كانت رياضة مفتوحة للجميع، وكثير من الفئات البسيطة جدا كانوا يركبوا الخيول ويتعلموا، ومازال لحد اليوم كاين نوادي متعددة في البلاد. ونظن كان من التراث الجزائري نخليوا هذا العادة. اليوم مثلا عندنا الحصان المعروف لو بارب، البربري في الجزائر، والله راه بارب نوع قريب ينقرض، ما كانش كل يهتم به، ما كانش كل، وهذه يعني كانت ثروة كبيرة جدا يا للأسف ولا الجزائر. أعزائي الفقاقير سفيان الجلالي من جيل جديد، بارك الله فيك خونا سفيان، سعدنا بلقائك. بارك الله فيك، يعطيك صحة ربي يحفظك. وشكرا ان انت لبسو وتفكرنا طبعا. النسر الأسود يحلق في سماء إفريقيا. المنتج تاعي قال لي تستاضر على لونطوط نعطيك يا صاحبي. جدك يا صاحبي مانيش راه نهضر على لونطوط يا صاحبي، راه نهضر على واش صرا في المنتج يا صاحبي. نعت لي الاخرى اعزائي الفقاقير، الوزير تاعنا واش راهو يقول سي تهمي، لو دوسي د لالجيري بور لا كان 2017 اي سوليد سي. حبسوني يرحم والديك، حبسوني الكره الارضيه حب نهبط عايشكم. انا سحبس الكره الارضيه حيث كنحبس نبطل انا ود من جدد العالم هذا يرحم والديك، ما قدرش نتبعه يا صاحبي. عزيز الفقاقير هذو يرحم والديكم، هذا الصطاد هذا تاع مصطفى تشيك ربي يرحمه، هذا الصطاد هذا يديروا فيه لاكوب دافريك دوم ميل ديسات. تحبسوا الناس اللي يجيو لنا من لافريك، واش ديروا لهم؟ كيفاش يشربوا في السيترنا؟ ها لي سيبورتير
داو القزوله سي الفقاخر راحوا يشجعوا الفريق تاع الجزائر الوفاق تاع الجزائري كوب دافريك داو القزوله ها جابوا لهم غير جابوا لهم غير اللي عضوا ها 10 سوايع باش تدخل الضرب والسبان هذا هو الدوسي تاعنا سوليد عزيز الفقاخر سي محمد ونزيدكم من شعري بيت خابتي والله غير راني نخمم شكون نقدر نقولها لكم والله ما نقدرش نقولها لكم خابتي انا ما نقدرش نقولها لكم بصح نجيب لكم هذا المجاهد هذا هو اللي يقولها في تدشين المطار سمعت باللي 10 ملايين سواح يجوا للجزائر بعد ما يكمل المطار سؤال وشنو كان يجوا للجزائر هذو تسمح لي هذه العباره وين يبولوا ما عندهمش وين ما كاش مرحاض في الارض شفتوا خافتي عنده الحق كي نديروا لا كوب دافريك وكيما ابو العتاليس قال لهم يجونا 10 ملايين تاع السياح وين رايحين يديروا يرحم والديكم نزيدكم من الشعر بيت في لاتريبين اوفيسيال الضيوف تاعنا الافارقه يحكي لنا واحد شاهد عيان ويحلف انه ويتكتف قال لنا غير اكل داروها في القرع تاع سعيد سي محمد وهذا التهمي يقول لنا نطر دوسيي سوليد شفت بريزيتني يا محينك والله غير بريزيتني او 2 مليار دو سنتيم اوفير على لو سيتيف لا جينيروسيتي سكاندالوز دو ولي دالجي الفيق ستيف خاصهم فلوس هم عطاهم ربحوا لا كوب دافريك عندهم فلوس والحمد لله في المدينه كاين رجال اعمال يعاونوا في الفريق ماناش مخصوصين اه والله صوار ضبيك صوار ضبيك هكا تفرق فيهم على غوش على دروات وفي نفس الوقت شوفوا خاوتي دو زيتيديون اون غريف دو لا فان على ليكول نورمال سوبيريور دو قبه يا الوالي ها انت ما تروحش للجامعات الجزائريه في العاصمه في المدينه اللي راك تشرف عليها تايا في الولايه اللي راك تشرف عليها هم المشاكل ديروا طالب في 2014 ميسي غريف دو لا فان يا جدك وتطيش في سوارد الشعب طيشهم مراكوش على دروات باي حق خاوتي ها رايحين يديروا كوب دافريك واش ديروها ديروها ثاني اللوغو تسرقوه ها اللوغو تاع ذكرى 60 لاندلاع الثوره مسروق اللوغو تاع قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه مسروق اللوغو تاع تلمسان مسروق سي نورمال كي يطلع علينا المدير تاع التلفزه الوطنيه ويقول لنا باللي حولنا كلش كي ما قدرناش نشريو نجيبوا الماطش من عند الجزيره ابا سرقناه بيراتينا جدو شفتوا كيعود مسؤول كبير سامي يجي للمواطن الجزائري ويهضر معاه في التلفازه ويقول له اسمع في اخر المطاف كي عندما تنقطع بك السبل ابا بيراتي اسرق شفتوا خاوتي كيفاش انا تحوسوني ما نديرش البوذيزم شيكسبيريزم مع هاد الجناس ها وكيل الجمهوريه يرفض استقبال بوقطايا خاوتي تاع الافلان خي تاعنا وكل ولاو استحوذوا عليه ابا منين صرا له حاجه يروح لوكيل الجمهوريه طيب يرقل له الدوسي ابا راح لوكيل الجمهوريه هذه باسكو بنو طاروا به ما نعرف سب الجدرميه ولا ضربهم ولا ابا وكيل الجمهوريه ما حبش يستقبلهم يا سي وكيل الجمهوريه الله يعطيك الخير والخمير الله يسهل لك العقوبه ان شاء الله الله يشفيك من كل هم ويداويك من كل غم روح ان شاء الله تلقاها خضراء من قدام ومن لورا ان شاء الله سي محمد تدري ما كاش الرجال يا ابو قطايه شفتوا خاوتي ها هذا وين فهمت انا اللي كاتبين افلان للبيع بيعوه خاوتي وبيعونا والله من المفروض التسميه هذه ملك للشعب الجزائري ملك لرجالها ونساها كيف هذو مش تحوذوا عليها ولات اون ماشين دو غير اللي يهضر يعطيوه الحس شوفوا هذا الدوبل كاربيراتور في البروموسيون ايموبيليار تاعو خاوتي ميسي تصاور تاع فخامته المقعد وميسي درابو تاع الجزائر ها نزيد ندير لكم زيكزاما
اللي يجيبها نعطيه زوج كابريسات باسكو الامتحانات تاع الدوبل كاربيراتور دائما فيهم زوج كابريسات. حب ما تيكم قولوا لي دوكا يمضغ ولا مش يمضغ، فمه معمر ولا مش معمر. في التكنيك واحد ما جابها خاوتي. اي با سي نورمال. جامي تفيق بها الدوبل كاربيراتور راه يهمهم ولا مش يهمهم. سي محمد كما قال العقيد بلونيس المدعو طوطو، الكرتون يغلب العرجون. والله غير نتلمع معك العقيد بلونيس حتى نجيب قضايف لهنا. سي محمد. دوبل كاربيراتور عنده بيرو بالحرير كما يحب يدير يدير. على بالكم واش داير خاوتي؟ واش راه دوكا ياثر في عنابه؟ دخل حتى للتعليم. شوف ها وراه من هي خلاص نعطي تصويره الاخرى في البرامي نوفمبر. ها وماسي ها ومنا حكمناه منا في الكوتي منا. تدري احنا ما عندناش المصورين. الفقاقير رام بارتو يا دوبل كاربيراتور. الفقاقير كلهم يخدموا مع الجورنال ما تخافش. لله في سبيل الله. شوف واش دار خاوتي. دخل حتى للجامعه للحرم الجامعي. هذا الفايو. بهاء الدين طليبه يقود لوبي للضغط على مدير جامعه باجي مختار. دوكا يدير في بريسيون على الريكتور تاع الجامعه باش يدخل في الدكتوره غير صحابه واللي يقراو بعرقهم واحد ما ياكل. الحمد لله كاين الرجال. الريكتور قالوا نيات او ماسي عليه لا بريسيون هو وصحابه. دخلوا لنا الحرم الجامعي يا خاوتي. منظومة التربويه طربقوها ودوكا التعليم العالي راحين ينسفوه. على هذه كان يا مئات الرسائل سمحوا لي ما غداش ريبوندي لكم الكل. طلب الجزائريين كل حبس يعطيوها. واحد مز لي رساله هكذا وقال لي حاب نخدم بلادي ونريح في الجزائر كاش نصيحه. وكل حبسوا نصائح باش يعطيوها. حبسوا يقراو في الانجليز في كندا. جو بروفيت دو لوكازيون خاوتي يا يكذبوا عليكم يقولوا لكم في كندا ما كان تقدروش تقراو. في كندا تقدروا تقراو. تعيط لومباساد تاع الجزائر يقول لك ما كانش منها. كاين منها. ها باسبور. هذا باسبور دو لونيفرسيتير. وهاي لا ليست. الجزائر من بين الدول اللي كندا طالب تاع الجزائر ما يسلكش التكاليف تاع الدراسه في الجزائر. ما يكذبوش عليكم تقدروا تروحوا تقراوا في كندا. ربي يفتح لكم الابواب ان شاء الله. الوالي يثور في وجه المدير. هذا فقد والي المديه اعصابه فصب جام غضبه على مدير املاك الدوله عند التقائه به خلال افتتاح دوره المجلس الشعبي الولائي الاخيره. واش قال له خاوتي؟ قال له الله لا يتقبل منك حجك. ثق بيه باللي هذا مدير الاملاك تاع الدوله دار سيرتيفيكا ميديكال خاوتي طبيب تاع امراض عصبيه موقعه من قبل اخصائي في الامراض العقليه. قال لهم اني مهبول ودا فيها كونجي وراح الحج. حتى مع ربي خاوتي حتى مع ربي تريشيو. شفتوا لك المسؤولين عطانا ربي. شفتوا خاوتي. قال تلفزيون الشروق نيوز خاوتي نقلا عن مصادر من مستشفى مصطفى باشا الجامعي ان حصيله حادث اصطدام قطارين بحسين داي بالعاصمه تشير الى ارتفاع عدد القتلى من قاتل واحد الى ثلاثه كما وصل عدد المصابين الى اكثر من 90 مصاب. قلت لكم خاوتي وين يدخل الغول اتوسيو. دو تراموي خاوتي دخلوا في هذا البلد العملاق. شفتوا خاوتي؟ لماذا؟ لأنهم لا يتنقلون في الترامواي. هما طريق مفتوحة سي يحبسك لمدة 3 ساعات هو يعقب المواطن ولا يموت. قولوا لي يرحم والديكم أعطوني الحصيلة تاع هذا الغول هذا يرحم والديكم. واش راح يتفنى وكل قبل ما يموت. وطروت مطربقة وطروت تاع الموت ايرا الجيري مهرية ودوكا لي تراموي. واش مازال لك يرحم والديك؟ واش من دومان دخلتو وما ندبتلهاش يرحم والديك؟ البطاطا ب 100 دينار جزائري، مسحوق الحليب ب 1000 دينار جزائري، والسردين ب 500 دينار جزائري. ونعلبوا اللي ما يحبناش. ونعلبوا اللي ما يحبناش. وزيرة السياحة تؤكد على 394 مشروع سياحي قيد الانجاز في اطار تعزيز مرافق الاستقبال. كوم دو بيان اونتوندو. بيان سور.
المعرض العالمي تاع لندن خا عملوا ما راحوش لالجيري باسكو ما كانوش مبريبارين روحهم بصح رحنا انا والطاقم التقني تاعي والكاميرامان ابا ابهروا بوهيتو في الـ في الـ في الجناح الجزائري الشتاء والحيس كابريسي نحي لك الشتاء والحيس الشمات نحي لك الضمان والغمة يا الجيريين توريزم جماعة يا مغربون يضحكوا علينا يا صاحبي كارطي كارطي يا جدك عندهم كارطي الجيريين توريزم وي ار هير ان لندن اتس ذا بيجست شو اوف توريزم ان ذا وورلد اكس ال وي ار ان اكس ال اكس ال فيري اكس ال انا اكس اكس ال يا جدك ويلكم تو ذا الجيريان توريزم هير ويلكم ام جو بابك ام جو بابك اند دو سيز جو بابك اند دو سيز جو بابك اي وش قال ايش قال ايش قال بس 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 اي راح نفكر هنا عنه اي سيل فقط تكسير هذا المعرض الضخم تاع السياحه في العالم لقينا الدول تاع العالم وكل جدك غير اكبر دوله في افريقيا ما كانش اكبر دوله في افريقيا ما كانش لانجيري ما كانش ايا ايتس فور توريزم من نيجيريا شتو خرجوا من المعرض الدولي للسياحه كنا نهضر مع صاحبي الانجليزي هذاك نشرح له في القضيه وعلى ما كانش السواح في الجزائر احنا عندنا اكبر بلد في افريقيا وهذا شو كاينين جماعه طاروا البلاد قسموا معنا 75% وما دو 75% وحنا ندينا الزيرو المهم حير مسكين قال لي كيفاش هذا في تونس كان السياحه في الجزائر ما كانش فرصانا رانا احنا باش نديرو لا بروموسيون تاع السياحة في الجزائر سي محمد على هذيك الوزارة تاوعنا راهم يقولوا بلي عندنا ملف كبير ملف قوي باش نحتضنوا لاكوب دافريك شفت مالاش متواجدين بين الأمم العراق كاينة العراق اللي خدتها داعش موجودة مصر خرجوا من قرة موجودة تونس طبعا نجم موجودة والمغرب في المغرب احنا ما كانش بيها ممش الامر وعليه خطرك فلوس كاينة مول الشريطة يقول لهم عنا الامكانيات باش نديروا دوكوب دومان زيد عمر فيهم باش ينهبوا الناس جاوا من كل اجناس باش يديروا البروموسيون تاع بلادهم احنا ما كانش غاضتني واش غاضتني كي قالوا لي نحي الاعلام تاع بلاد كذا ما كانش لا غادتني على خير يا سي محمد اول مره خاوتي
الكاميرامان تاعي صور فيا وهرب عاطيها. انا نقول لهم اجي ما جيت وراك يا جد. كي شاف هذوك السرابس الداوني جابها سمعنا ورقت في الطنابيل خاوتي، من بعد صورناه قلنا له الماكله، قال لنا الماكله ناكل كلاس ساندويشات، الحاجه اللي نقولوها له يقول لنا زوج اكلاسيت دوكا مازال يرجف مسكين. قلت له ما تخافش، قال لي خوفتني بهذاك الخدمي والهندي والنموس من عندي، ما كانش على باله مسكين. هذاك الانجليزي كي داني خاوتي كان واعر هكذا، من بعد قال لي بوسمه، قلت له غاني، قال لهم اي ام سبيكينغ ويز ماي فريند غاني. قال لي راك دير فيها، قلت له بلادنا غاضتني، قلت له اكبر بلد في افريقيا ما كانش، قلت له عندنا بلو غران ديسير في العالم، اكبر صحراء في العالم، قلت له عندنا 1000 كيلومتر تاع بحور، قلت له جيراننا واحد عنده 5 ملايين سواح، واحد عنده 6 ملايين، وحنا جيولينا 10000 وكل صحابهم يتزوهم الصحراء وهذاك يتزوهم الجدرميه هكذا، ومن بعد يقولوا لنا مجاونا 500 الف سواح يدخلونا احنا معاهم. قلت له ما عندناش، قلت له انا حاب بلادي تكون مع، شفتوا خاوتي العراق، خي العراق انت داعش وكل فلسطين، خاوتي فلسطين موجوده، المغرب موجود، تونس، دبي، امارات، تنزانيا، نيجيريا، هم كادوات اللي عطاونا، هذو كل كادوات خاوتي. انا قلت لهم كل عام نجي هاي فلسطين خاوتي، فلسطين ماشي كتاب والله، جامي طبعناه في الجزائر. ها هاي ناس جات، عندهم الطيارات خاوتي، هاي مسجد الكبير، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، أعطونا البلايط، قالوا لي تخدم في المغاربي، قلت لهم قالوا لي لازم لك الديستريساج، أعطوني البلوطة تاع الديستريس خوتي، أعطونا الكتب، أعطونا الكيسان، ها القصبة، والله مكتوبة فيها القصبة خوتي، ها كتب، ها خوتي. The best way to discover الشارقة، الشارقة كارتي خوتي، الإمارات، ها 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 بخوتنا في المغرب، ها السويرة عندها كتاب، الفاس عندها كتاب، أكادير عندها كتاب، ورزازات عندها كتاب، السعيدية عندها كتاب، طنجة عندها كتاب، مراكش عندها كتاب، تونس ها عندهم كتب، ستيلوات، لي سيدي، ها فلسطين، هبرون، ها دبي خاوتي، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني، نورية يمينة، والله ما عندي ما نقول لك، خلت رجلها ممدود وراحت تعزي في محمود. احنا راه صاري فينا الباطل وتي تهضري لنا على لي بروجي، اه تكذبوا علينا ما تحشموش. غاضتني كي قالوا لي نحي الدرابو، قالوا لي نحي العلم، والله كي نحيتو غاضتني خاوتي، الدرابو تاع العالم وكل موجودين ثم غير تاعنا. هذه البلاد خاوتي اللي هذه البلاد اللي ماتوا عليها رجال، هذا الدرابو اللي هازينو الرجال قالوا لي نحيه، والدرابو اللي ماتوا عليه رجال داروه طارطه خاوتي، داروه طارطه، بلادنا ماتوا عليها زيغود يوسف وعبد رمضان العربي بن مهيدي كريم بالقاسم وعمران حاسب ابو بولعيد وعلي لابوانت، ها مسؤولين تاعنا، ترابو لو يقسموه ياكلوه، كلاو البلاد نهبوا خيراتها، مازالهم غير الاعلام برك. هاي بلادنا كيفاش ولات، قسموا القاطو، قسموا هاكي القاطو، طرف الداع جروب مو تاع سبه، واحد جروب مو اجيب، واحد لانز انجليز، واحد الكندا، واحد الاسبانيول،
واحد لفرنسا، هاي بلادنا كيفاش قسموها، كل واحد طاسا داسا بارد في قاطو خاوتي، أم يدوروا يدزولي في القطوط الواعرين خاوتي يخبشوا. كيفاش نسكت على ولاد بلادي يعيشوا في يرقدوا برا؟ تي تقول لنا 300 مشروع تاع سياحه، والولي يمد مليار ونص ولا زوج ملاير للكلاب تاع بلوطه. عنده الحق علي يحيى عبد النور قال لهم الشرعيه الثوريه تحولت الى دكتاتوريه ظالمه. شفتوا لا ليجيتيميتي هيستوريك في خلاتنا؟ نظل نحوس في التاريخ كانش. وراه هذا بوشليقة وراه نحتو لي سول دي سكوند نحتوهم لي سول لو فرون هاد الجماعة هادو كانش هازين الرصاص ويتيريو. حق ربي غير الرصاصة ما تيروها على العدو الغاشم. ها واش كان يقول لنا جلال سفيان زايد في 58 في 58 عام سياسة الأرض المحروقة تاع دوغول. هما كانوا الجماعة كانوا يديروا في لي زاكور معاه باش يبيعوا لنا البلاد. وكيعاد راح قال لهم ولادي أنا خليتهم بيسير يخليهم، ها منين نخرجوا يضربونا. ها رغم رمزيتها التاريخية لكن الدار تاع مجاهد عميرات لي بلو كروند ريونيون صراو فيها هاي من الطايشة. الله ما على بالهم بها، الله ما على بالهم بها. باش على بالهم؟ على بالهم بالحفلات. ها 60e anniversaire du 1er novembre, polémique autour de la cérémonie somptueuse de l'ambassade d'Algérie en France dans un luxueux salon parisien. سفير الجزائري عرض صحابو بيان سور بالجازوز الحلو 50000 اورو 100000 اورو اللي كونفيف. حنايا الفقه قير انا عندي 20 سنه وانا برا خاوتي، والله جامي زوج لي انفيتاسيون كي انا كي صحابي 20 سنه خاوتي جامي عرضوني مشاغب مواطن غير صالح. عيطوا لي خطره تخيلوا له قالوا لي لا ما تجيش فوتيت. كانوا حاسوا ينفخوا لي ليست جابوا النومر تاعنا وكلوا عيطوا لي. نحرت قالوا لي القنصليه الجزائريه، قلت له مرحبا تفكرتونا؟ قال لي لا ما تجيش فوتيت. وبخني شوفوا في لابلجيك شفتوا خاوتي يحتفلوا بهذا اليوم الرمز الذي غير مجرى حياتنا. ليلة أول نوفمبر 1954 يحتفلوا به. شوفوا في ليزومباسات تاعنا بالواي واي بالواي واي والمشوي خاوتي وضيوفهم وش يعطيو لهم لي كوطو دو ماسكارا. وقازوز الحلو تاع البريزيدون. لا فرنسا جوي ان رول دون ليفاكواسيون دو بليس كومباوري. فرنسا وين يداوي فخامته خاوتي داخله بارتو حاطه لي بيون تاعها. البلان كيما داروا دوغول ام يديروا فيه. تخيلوا خي خاوتنا في البوركينا فاسي فاسو انتفضوا قالوا ما نقبلوش عهده ثالثه وما نقبلوش هذا العسكر. ابا هزوا هذاك الرئيس لي سرق النهاب. ايماجين تخيلوا خرجتوا فرنسا دزوه لا كوت ديفوار. ها 47 طوموبيل خرجوه غير لي كات كات. شفتوا فرنسا مازالت لحد الساعه ما هضمتش واش داروا هذوك الرجال في 1 نوفمبر. السلام عليكم. السلام عليكم وليدي. السلام عليكم عمو. واش راك؟ شكون انت؟ انا احمد زبانه. واش راك وليدي؟ واش راه شعبنا الحبيب؟
وبلادنا الغالية مبروك عليكم الاستقلال. استقلال؟ الاستقلال قلبوا الحركة استغلال عمي، والشعب الشعب تقسم ما بين حراق ومحروق. والثوار اللي جابوا الحرية وين راهم؟ الثوار اللي جابوا الحرية قتلوهم وهمشوهم ونفوهم، وكاين اللي عمروا لهم جوهم حتى ننساو عهد نوفمبر. هذا مستحيل يا وليدي، ضحينا بالغالي والنفيس باش تعيشوا أنتم في عز وكرامة. رانا عايشين في الفقر والندامة عمي، ثروات بلادنا كلوها أصحابكم اللي كانوا في جيش الحدود واللي يهضر معاهم يسبوه باسم الشرعية التاريخية. نعلبوا الشرعية التاريخية، نعلبوا الشرعية التاريخية أمام كرام الشعب. نموت كي يحيى الوطن. يحيى لمن؟ نحن الوطن، أنتم الوطن، إن لم يكن بنا كريما آمنا ولم يكن محترما ولم يكن حرا فلا عشنا ولا عاش الوطن. كشفت هذا الصورة حرتنا برومي نوفمبر الذكرى 60 لاندلاع الثورة، وكم بارازار مع الشريطة خاوتي. هذا هو الزنبول تاع بلادنا، هذا هو هذه بلادنا اللي قال لك هس خنشوف شكل فوق الفوق. ها فوق شريطة وراح يقرأ الفاتحة على الرجال. فهمت شنو هي لها؟ قلت لي زيتيديون في بيتنا داروا واحد الديفيلي تاع برومي نوفمبر. شوفوا خاوتي. ايبا الشريطه ولات امبلام ناسيونال، حطوا الفوتاي وعليه. سي محمد تاع النص كتيطوش، تاع النص تاع النص كتيطوش، تاع النص أعطيك الصعة قد تاع النص يا صاحبي. سي محمد برومي نوفمبر خاوتي الصحفيين تاعنا داوهم الشرطة وسبوهم تفلوا عليهم. برومي نوفمبر خاوتي شوفوا واش داروا علي بن الحاج. ها صحابو شتو واش دار لهم خاوتي؟ شوفوا هذا الفيديو. كي شفت انا قلت ميسي لا ميم شوز، نفس الشيء، بصح هذاك احتلال غاشم اسرائيلي، وحنايا لابوليس تاعنا اللي دافعنا عليهم كي خرجوا مازالوا يضربوا في مواطن جزائري ايا كان اتجاهه. دوكا تعيطوا لي وتقولوا لي لا تدافع على علي بالحاج، والله ما ندافع عليه، ندافع عليه غير كمواطن. وزيدكم حاجة، والله جامي فوتيت فيس، جامي في حياتي فوتيت فيس، بس هندافع عليه كما دافعت على القرنون نهار ضربوها لابوليس. هاي ندافع هنا في المغاربية على كل مواطن يظلم ويحقر ضد الحقرة. أعزائي الفقاقير، حب نعطيكم واحد البروبوزيسيون ان شاء الله ديروها كما داروا هذا الفقاقير. راح نزيدوا فقره جديده سميناها حلمي لبلدي. وين رايحه وها بلادي، رايحه. صغير من مواليد مدينه دلس وباحث في امريكا. اولا اتمنى أن تنعم الجزائر بالأمن والأمان. أرى بلدي وقد ثبتت فيها حرية الرأي والفكر. السلام عليكم، سهيلة ياسيا، قاطنة في الولايات المتحدة الأمريكية، من خريجات الجامعة الجزائرية، حاليا طالبة في البحوث العليا في تسيير مشاكل البيئة. أمنيتي للجزائر أنه يأتي يوم تستغل الطاقة العلمية لتفادي هجرة الأدمغة وبقائها حكر للدول الغربية. Je m'appelle Youssef Ibrahim, je suis professeur d'université dans l'état du New Jersey aux États-Unis. Eh bien, mon souhait pour notre cher pays qu'il retrouve ses valeurs qui ont fait de la révolution du 1er novembre 54
un exemple universel de l'attachement d'un peuple à sa liberté et à sa personnalité. عبد الغني مهدي او حقك او حقك او حقك الحلم ديالي هذا هو انايا فهمت الجزائر تولي كيما قال بلدان كيما فرنسا كيما الامريكان. السلام عليكم, انا اسمي زهرة. I'm Algerian. I live in London. My dream is that in Algeria they change president. هذا حلم تاع بعض الفقاقير. اعزائي الفقاقير, انا اتمنى تبعثوا لنا فيديو صغير سجلوا فيه دقيقه فقط وقولوا لنا ايها الفقاقير ايها العتروس حلمك لبلدي اختي خويا ولادي اما جده. ديروا لنا فيديو صغير برك وقولوا لنا ما هو حلمكم لهذه البلاد باش الاحلام هذه وكل ان شاء الله تتحقق باذن الله تعالى. جزائري في جزيره جزائر في وهران في عنابه في الشرق في الجنوب, وكل اهلا وسهلا بفيديوهاتكم واحسن الفيديوهات سوف نبثها كل جمعه ان شاء الله في واش قالوا في الجورنال. اعزائي الفقاقير راح ندير لكم كادو, خلي على بالكم باللي نشتيكم. كاينه واحد البلاد طري سامبل باش تروحوا على بالي وكل رايحين تعطيوها. مالطا خوتي, قولوا لي لماذا مالطا؟ ابا شوف. Hello everyone, so today we're gonna teach you a few words in Maltese. Audrey, let's do it. Yes, okay. Good morning. Good morning is lodwa ittaiba. Good afternoon. Good afternoon is wara il wara nofsena ittaiba. Good evening. Leila ittaiba. How are you? Kif int. Thank you. Grazie. Very similar to grazie in Italian, but we say grazie. Bon appetit. Likla ittaiba. This is very important. My name is? Yisimni. Yisimni Audrey. Cheers. Cheers is saha, which means also good health. And how much is this? How much is this? Kem yiswa. And where is? So where is fein? You can either say fein I or fein O. It depends if it's masculine or feminine. If it's feminine is fein I. If it's masculine is fein O. And now, 1 through 10. Okay. واحد, اثنين, ثلاثة, أربعة, خمسة, ستة, سبعة, ثمانية, تسعة, عشرة. في مالطا خاوتي. أيا بريباريو لي باسبور. بريباسيو جدكم لي باسبور مالطا اللي فتحت لنا أيديها. ما عندناش ميم با أون ميم با بيزوان باش نتعلموا اللغة تاعهم. يا جدك يهضروا كيما حنا. أسربوا. خاوتي عزيزي الفقاقير, حبيت نخلص بهذه الصورة. هذه وفد من الأطباء الجزائريين الذين سافروا إلى القدس. ربي حررها إن شاء الله, ربي يدينا أكل القدس نصلي وركعتين ثم. مع العلم بلي كاين كارتي في القدس خاوتي توالى المسجد واسمه الكارتي تاع الجزائريين, شارين الجزائريين مع بالهم بلادنا دوكا واش راهم يديروا بالكارتيات هذوك. المهم هذا فريق تاع أطباء يرأسهم الدكتور سعيد بن خده ولد المجاهد بن يوسف بن خدة رحمه الله. حبيت نعت لكم هذه التصويره باش نقول لكم باللي في الجزائر مازالوا كاينين الرجال والحمد لله. اعزائي الفقاقير خلاص واش قالوا في الجرنان, نتلاقاو الجمعه الجايه ان شاء الله. بقوا على خير. أربي جيب الخير هاد العباد ما خلا والو اللي يجي يصدمها زايد هو سايله في حواله او دي قول هذا الموسيقى واحد لا على باله جيبوه ابو الفقاقير وقضيطوش يقولوا هالو قالوا
وشي قالوا قالوا في جرنان ما كان والو قالوا كلها وحوالو كلشي نورمال قالوا قالوا وشي قالوا قالوا في جرنان.